السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن هو دنيا تواني فوهات كلاس عطان وراركيو قدن بيه عالم كه يصو مالي دا ينتبه كسو دوادا موقال كلاتسو هو نوهل دونو حالدها لحريرا وراركا ودن كايثوبيا وحان قضبادا كسو قادن دونو كمي نقون دونا وراركا لحريرا دقالة ديو قدن بيه وقويق ودن كاسيو دقالة علوسي اي كسو دان ديگانا دورا هلكن اياني دين كسو قدبين دونا وحاكلا توهو أن سوق آدان دونا ميلاتريغا ودن كايثوبيا أو فريين كما دنبايسا أدري حوغاقا تي بي ألف قوضو باداس إياكواكا لهو لحريرادين عدوب لما سيادا أيان هالكان إذن كسو قدبين دونايه لسي وداغا موقالكان أسحاب تينا أو سي جارسيا مركلا توه هبين وناكسان أيان هودا إذن كالينا حايا آن كوبي لون دولاد فضرالك ودن كايثوبيا كولمادا لحريرادين عدوب لما سيادا وليوايسي ودا وحانا جيره مدح كلا دوانا ودامادا قارده أفريكا كاسعوده واي كلا مرلا ليهين وزارة داريميها ديباد ودن كايثوبيا وحانا لغو دوانا يا ديبو سعودين تحرير كالدبلماسية ديد ودن كايثوبيا إيا حالو هليدا حسارده كتاغان ودن كاسيا لحرير دقالادا وقويقا ودن كايثوبيا كاسعوده ساقالكي بلغوده يلا سعوده في تاسيه وحالده ودن كاكاديقا مده بانتلاانا دولادا فضرالك ودن كايثوبيا وحاي كودة داليسا سيدي أي الرماسي حال رسمي أغوه للهيد ودامد عالم كان تاغيرو أي وغيه للهيد دقالادا كسعودا وقويق ودن كاسي هالكي يدا لا يدين لها وسيدا أي داد بدني شيغيان وارماسي أصدا أدون دلالة وحاكالة توه أو دولادا فضرالك ودن كايثوبيا أي وداد دلالة لنا عاخدتك تليفوندا إيو فرهيما درستا مدحدا عالم كا واي كدونا يعني يدن حوجين تحريركا ودما بدان اي وراركو شيغا يعني ناي احاقيجيان ان دولادا فضرالك ودن كايثوبيا اي غرب استاقي دونان وحاكمي دا دولادا كونغو اما DRC كونغو او شاكتا يادو ان اي كو غرب تاغن تاهي دادالادا اي دولادا فضرالك ودن كايثوبيا ودو لكن وحاجر دولادا بدان او كبيا ديسان قابكا اي وحوود دولادا ايثوبيا مركا لفيريادا غالادا وقويقا كاسعودا يدنعا الأرماه لحرير ابن آدم تيني مدى وآد لغا ديرين ايو حابها كسعودا وقويقا ودن كايثوبيا يديغا ندى اي كالدوان ادغا لدو اي كسعودان اتكريغا محاردا اي عانفرتا وحانا سعوتاين بدبا ميدكا كالتاو كويا دين ايو انو اساقو مسؤولكا يهديباتا دهالكاس وحاقلتو او يدن سعوتا برابغان دا اي دين عيادني ورباهين تلو داقا يان كوحدة تي بي الاف ايانا برابغان دي وقوب بادن ايد كوباهين ايسا تكري ميديا نتواق اما تكري ميديا هاوس و اي يغو اسكاليهين او ديباد بحيه كالدوان اي ودامادا عالم كسفارادو دا كغور نغيان كوو دا قرباها كسوغان سيه سيدا اي شاگان اين داد كودي لحاسوق ايو اي او دارين سيان دولادها سي عالم كا اي دولادا ايثوبيا اندها كوهايا ايا دو سيدو كالتانا غتاجو ريدا قرالا كالدوان او بارتيسا صوردق اي فيسبوك او ادو قاهدلي حالا دا ودن كيسا وحاونا ادو ايضين ايا دولادا فدرالك ودن كا ايثوبيا ايا تان ايرتاريا هو ديباتا دا وقويقا ودن كا كاسعوتا او اياقا كو ايضين ايا دامانتو دين اي كمسوليهين سوغدين عا كالتانا قولو اي عيدا مدو دو غارين شاگان ايا انكاستو ورار كاسي كوو مدح بنان طو برهد عيدامة ملاتريغة دولادة فضرالك ودن كايثوبيا ودو هالكو دايه كاسي سعودان وحانا مركلة تومان تقالين جبيه دفعة دا عصوب ولحرير عيدامة ملاتريغة كواسي ولدون ينهي قيب كنوغدان عيدامة ملاتريغة اي ودن كايثوبيا دولادة ايثوبيا دادالة لحرير عرمان اي مدوين كي ودن بييبا ودي تاسو اي كدون اي سيحالو هليدا حسردها اي وليبا عيدامة دي واي امسنتا ينهي كلاقيب سنان ويني soo dhaxgashay muddooyinka ugu dambeeyay ay dawladda federaalka wadanka Ethiopia waday waxa ayna sheegaysaa in maalmaha soo socda ay arrimahaas iyaga rajo weyn ka qabaan in ay isbeddel ku sameeyaan xaaladda amniga gudaha iyo dibadda ee wadanka Ethiopia waxay ku soo aadaysaa tan iyadoo dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia qoraal ay la wadaageen warbaahinta wadanka Ethiopia ee afka dawladda ku hadasha sidoo kale tan la soo dhigay bogga rasmiga ah ee wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada amaba hoggaanka ciidamada military ee wadanka Ethiopia lagu sheegay in war qoraal oo ka soo baxay
ay dalin yarada TPLF ay marin hababisay si rasmi ay susu diban ayna haistaan maalmihi ugu dambeeyay hadii ay susu dibi waayana dawladdu laba goorba talaabo adag ay qaadi doonto taasi oo loo fasirtay in dagaalka culus ee duuleedka magaalooyinka Gondar iyo Disay ka socda ay dawladdu doonayso inay xal kale toosho maadaama uu noqday dagaal ku daba dheeraaday laguna kala adkaan la yahay oo hujuun adag halkaas uu ka socdo dhinacyaduna marba marka ka dambeysa ay isaga hor imanayaan waxa wararku sheegayaan in TPLF la dhaqaajin la yahay lana loodin la yahay marka la fiiriyo duuleedka magaalada Disay iyo waliba sidoo kale to magaalada Gondar oo labadaba kabaabigooda amaba nawaaxigeedu dagaalo xoogane ka socdaan wararka la xiriira dagaalada hadii aan si toos ah u gudagalana waxa ay sheegayaan in dagaalo culusi ay ka socdaan nawaaxiga magaalooyinkaasi aan kor ku soo xusnay oo ka tirsan gobolka Gondar ama Koonfurta Gondar sidoo kale to wala zone ay wararku sheegayaan in magaalooyin hoostaga ay iyadana dagaalada ka socdaan dhinacyadan oo hubka noocyadiisa kala duwan isoo adeegsanaya soona bandhigay hub aad u culus oo horay aan waddanka Ethiopia loogu aqoonin horeyna loogaga baranin ayaa waxaad moodaa in ay taasi muujinayso in dhinacyadani taageero dibadda labaduba ay helayaan waxaana taasi ay tahay mid la yaab leh marka la fiiriyo TPLF oo go'doon ku jirtay muddadii dagaalku bilowday hubka ay soo bandhigeen iyo noociisa halka loo soo mariyay iyo sida ay tahay dad badan ayaa isweydiinaya iyo cidda u keentay intaba dawladda federaalka waddanka Ethiopia waaba dawlad waxaana loo ogsoon yahay inay dawlado badan ay ku taageerayaan arrimahan laakiin waxay dad badan isweydiinayaan TPLF hubka noocyadiisa kala duwan ee culus ee soo bandhigtay meesha ay ka keentay iyo cidda u keentay intaba dagaalada halkaasii ka socda waxa ay muujinayaan in uu yahay wajigii saddexaad kan oo noqon doona mid ka mid ah dagaalada ugu waaweyn ee Ethiopia ka dhaca amaba ugu culus sababtuna waxay tahay in dhinacyadani ay TPLF na doonaysa sidii ay deegaanada amxaarada ku sii joogi lahayd iyo inay qabsato magaalooyinka waaweyn ee muhiimka gaar ahaan magaalada Disay si ay marinka deegaanada ormada iyo deegaano kale ugu hesho waxa kale oo iyadana doonaysa in aan haba yaraatee magaalooyinkaasi loo soo dhawaanin bal ay kuwaasi si ay u nabadgalaan kuwa hor leh inay qabsadaan doonaya huwanta ay ciidamada dawladda federaalka hoggaaminayaan iyo kuwa deegaanada amxaaradu taasina waa midda dhinacyada keentay in dagaal aan waxba laysula harin hubka noocyadiisa kala duwan laysu adeegsanayo dhufaysyadana laysugu daato oo saddexdii beri lasoo dhaafay mid walba dagaalku habeennimo galay in uu halkaasi ka dhaco ilaa iyo haddana ayna wararku caddayn cidda guulaha waaweyn gaartay laakiin waxay wararku sheegayaan in dhinacyadu weli ku kala sugan yihiin halkii ay markii horeba ee dagaalka iyo hujuunka iskaga soo qaadayeen waxaa inta badan weerarka xoog badan soo qaadaya kooxda TPLF oo wararku sheegayaan in isadkayntii iyo weliba fasaxyadii maalmaha dhaweeyto ee laga yarnastay dagaalada ay uga reeyeen oo abaabul aad u xoog badan oo dhinacyo kala duwan ah ay sameeyeen taasina ay keentay in ay xilligana dagaal culus oo weliba ay mararka qaarkood kaga kacan sareeyeen huwanta ay soo qaadaan sidoo kale to huwanta ciidamadii cusbaa kuwii deegaanada oo haddaad mooddo dagaalka inay toos u galeen iyo weliba dhiirigelin badan kadib waxaad moodaa inay dagaaladu si toos ah ay xilligan u bilowdeen waxaana maalmaha soo socda la filayaa maadaama dhulkan dhul buuraley ah uu yahay kooxda TPLF na la loodin lahaa inay dowladda federaalku wax kasta oo awood ciidan ah oo la xiriira arrimahan ay adeegsato waa haddii ay ka dhab tahay soo afjaridda kooxda TPLF oo ilaa iyo hadda shaki la gelinayo inay ka dhab tahay dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo inay kaleeto dadka qaar baa waxay leeyihiin labadan dhinac ee Abasiin iyo la isku oran jiray ayaa la rabaa in la isku jabiyo ee waa kaarto way kala cadaan doontaa maalmaha soo socda inay dowladdu diyaaradaha cirka adeegsato oo daroon adeegsato oo hubka wax gumaada ay adeegsato si ay xal ugu hesho dagaalada halkaasi ka socda ayna u soo gabagabeyso kooxda TPLF waxa ay wadaayaduna dadaalo kala duwan oo la xiriira wadamada caalamka inay u sheegaan xaaladda waddankoodu ku sugan yahay iyo sidii loo badbaadin lahaa dhibaatada ay ku jiraan looga bixin lahaa guud ahaan dagaaladu waa culus yihiin ilaa iyo haddana waxa ay uun xaqiiqadu tahay in dagaalo culus oo waxba la isula harin socdaan cid ku gacan sareysa lama hayo inkastoo dhinacyadu guulo kala sheeganayaan laakiin ma jirto cid madax bannaan oo wararkaas iyada xaqiijin karta xaaladduna waxaad moodaa inay marba marka dambeysa sii cuslaanayso maalmaha soo socdana waxaa la ogaan doonaa cidda Disay iyo Gondar gacan
كوهينتا هذا اللور يكتا ييني كوسي جيري دونتو كوه هادا قعانتا يو جيرتي دولادا إيو حوغاقا ديغانا دا وهالكا سيكا دوليا مغالو إنكا كليشيغا يانا سيقا بساندونا هاداي تاسي أي أودبودو وحاينا دين عيادني مرنبا إيوغو أينان دونينين إن كوحدة تي بيالا فهالكا يجوكتيني ديبوغا نغو تموغي أي هوري واسي سعوتو وانا مدى أي دادالكا وغو بادن حلغان كو بيحونا يان حالا دونا مالين با مالين تاكدن بايسا وامد نقونا يسا إس إيضاين إيو كلا أود شيغا شايدين عيادو إسو أود شيغان يان وحان نمودا إن أينان دين عياداني حدا مدوال بتاغن يهي لحقور عنجيدا كما وابطو أو أي إسكو سوكيرين هبكي إيو وحكاستا أو مدكاستا هايستينا أي ميل إسكو كينين أين دون يان مدكاستا إن أقول كما دنبايسا غارو تانيو كولانتي دنبي وابهد دوني دوين لسيداسي ينبت جليو.